اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اسرار شرق اوسطيه. رسميا بوتين يعلن عن نهايه نظام القطبيه الواحده او الاحاديه، ويرسل رساله واضحه بان الامر اليوم اصبح محسوما لصالح نهايه نظام عالمي وبدايه اخر. لافروف قبلها صرح بنفس الامر، لكن اليوم بوتين يعلن عن ذلك وبشكل رسمي، فيما هو يواجه الولايات المتحده الامريكيه ولوكاشينكو مع بيلاروسيا تاتي ببريطانيا كاساس لتفكيك هذا النظام، لان هذا النظام من طبقتين، الطبقه الامريكيه اي القياده الحاليه، لكن اساس الليدرشيب حقيقه هي الامبراطوريه او على خارطه الامبراطوريه البريطانيه. اذا ان لم تفكك الخارطة البريطانية في واقع الأمر فلن يفكك بعدها مركز القوة الأمريكي. إن مثل هذا التفسير الواضح للنظام القادم يبدأ أساسا من حماية بريطانيا ورغبة بريطانيا في حماية هذا النظام القديم، هذا النظام الذي يعتقد أنه انتهى على الأقل حسب موسكو، وتريد ولو بالنووية أيضا أن تحمي النظام القديم. فيما من الاتجاه الآخر نجد روسيا تتأهب نوويا للنظام الجديد ولو بالنووي، يعني أن الأمر يتعلق بحماية نووية النظام القديم عبر البريطانيين، وهذا ما أشار إليه لوكاشينكو وقال بأن المخابرات البريطانية خلف المذابح مثلا في كييف، كل ما يتعلق بأوكرانيا فيحمل المسؤولية لبريطانيا. تقاسم الأدوار الذي حدث في اللقاء الذي جمع ما بين بوتين ولوكاشينكو يكشف إلى أي مدى أن بيلاروسيا وبدون رصاصة أصبحت إلى جانب روسيا من جهة، وهذا أكبر احتلال أبيض حدث في التاريخ، ومن جهة ثانية فإن التحرك العسكري وبدعم من بيلاروسيا يذهب أبعد باتجاه بناء هذه القطبية. إذن القطبية التي يعمل عليها الآن الأمريكي والبريطاني على أساس صحيح وعملية لسبب رئيس، كل أمريكا ليست إلا قوة لبريطانيا أو تمظهرا لبريطانيا على خارطة بريطانيا على نفس معادلات بريطانيا. مثلا في الشرق الأوسط نجد سايس بيكو إلى حدود هذه اللحظة، وجميع الخرائط البريطانية والشراكات البريطانية كلها بنت العصر الأمريكي. فالعصر الأمريكي أو الحقبة الأمريكية، وكما يحاول تثبيتها تماما الرئيس الفرنسي، وفي الرئيس الفرنسي وهو يضع الثورة الفرنسية وبعدها مباشرة الثورة الصناعية البريطانية والعصر الأمريكي، كل هذا ضمن ثلاث طبقات، يعني يتحدث اليوم عن ثلاث طبقات وينظر إلى الغرب بهذه الصورة. اليوم هذه الصورة انتهت وأيضا أو تغيرت، والأمر بين أن تكون انتهت أو تغيرت أو على الأقل أصيب أو تآكلت وأصيبت بنوع من التراجع، فكل هذا قد يضعنا أمام سؤال: لماذا يحمي البريطاني النظام القديم بالنووي من أستراليا وإلى حدود كوريا الجنوبية ومن ثم أيضا في الشرق الأوسط، وتحريك غواصة نووية قابلة للاستخدام ليس فقط بالوقود النووي في حالة تأهب قصوى لسبعة أيام على سبعة أيام لكل دقيقة من أجل حسم الوضع، يعني أن تكون الضربة الأولى مؤهلة في أي لحظة أن تكون ضد روسيا. إذن منذ تلك اللحظة والكل يدرك لماذا اليوم رأى بوتين بأن إمكانية الضربة النووية قائمة أو الاشتباك النووي قائم، ولماذا أعلن التأهب النووي؟ لأنه في لحظة دقيقة للغاية في أزمة ديفندر عندما دخلت إلى البحر الأسود ووصلت إلى القرم
وقال بخصوصها بوتين: لو ضربنا هكذا بالحرب، لو ضربنا ديفندر فلن تقع حرب عالمية ثالثة، ليتأكد بعدها للمخابرات الروسية أن ضربة ديفندر تساوي الحرب العالمية الثالثة. وهذا الذي جعل من الأمريكيين يتدخلون من أجل إبعاد البريطاني عن الروسي، لأن على الأقل الإدارة الحالية تريد إبعاد خيار الحرب النووية في أوروبا الغربية. هذا واضح. أيضا بالنسبة للأوروبيين، خصوصا منهم المستشار الألماني الحالي وأيضا الرئيس ماكرون، وماكرون سحب شارل ديغول رغم إمكانية مواصلتها لعملياتها، وكي لا يكون هناك استفزاز من أجل الدخول في حرب. وجدنا أن الفرنسيين يسحبون شارل ديغول من بعد أن رأوا أن الأمور تتطور نحو الأسوأ. لذلك فلا شيء يتعلق بالحرب التقليدية في المستقبل القريب. هنا يطرح سؤال: لماذا يعلن أخيرا ورسميا بوتين بنهاية نظام وبداية آخر؟ يعتمد حسب دايلي إكسبرس التحالف الآخر، التحالف الذي يريد نظاما جديدا على أقل تقدير، ويتجاوز النظام الحالي. أمام الناتو هناك خمس قوى: أول قوة موسكو وحواليها، وتريد انطلاقا من بيلاروسيا وجزء من أوكرانيا والقرن في البحر الأسود وأيضا بالتمدد إلى البلطيق، كل بناء القوة الأساسية الأولى الموازية تماما، وكما كانت موازية في عهد الاتحاد السوفيتي. لنرى أن هناك القوة الثانية المؤهلة أن تكون الأولى، لأنها القوة الأولى نوويا على صعيد الاحتياط وعلى صعيد التكنولوجيا وعلى صعيد الاستخدام وعلى صعيد التدمير. إذن كل هذا معلوم. إذن هناك قوة روسية اليوم تحاول أن ترسم بالسيف، يعني بالقوة، حدودها. هذه زاوية. الزاوية الثانية: من هم الذين يرغبون إلى جانب روسيا في بناء هذا النظام؟ على ماذا تعتمد روسيا في تحالفها المضاد؟ تعتمد على الصين، والآن نلاحظ الصين من الدرونات إلى التكنولوجيا إلى غيرها. إذن كل هذا يعتمد أساسا على الحياد الصيني الذي لا يريد أن يخسر في هذه المرحلة المخاضية، لا يريد أن يخسر المعركة لا مع فوز النظام القديم ولا في فوز النظام الجديد. فإن فاز النظام الجديد فالصين جزء من معادلته، وإن بقي النظام القديم فهي الأساس والقوة الثانية الاقتصادية في النظام القديم. إذن الصين لا تريد أن تخسر، ولكنها تدعم التوازن، وهذا الذي جعل الدرونات مثلا الصينية عاملة الآن في حرب أوكرانيا رغم الحياد. القوة الثانية هي قوة الهند، الهند التي يسعى الأمريكي من جهته أن يعطيها ما تشاء ويرضيها بما تريد، وفي نفس الآن نجد أن دعمها دعم في التشويش في تقنيات متقدمة للغاية وفي التقنيات النووية القابلة للاستخدام ضد الولايات المتحدة الأمريكية نجد فيها الهند. إذن أمامنا الهند وجيش الهند وتكنولوجيا الهنود، خصوصا في التشويش الذي يجري الآن في أوكرانيا، كله تشويش من انفورماتكس، من معلومات هندية. وهنا ننتقل إلى الخطوة الأساسية في أفريقيا، فنجد جنوب أفريقيا التي أعلنت أن مجلس الأمن بارل وأن هذا النظام انتهى، وأول من أعلن في واقع الأمر أن هذا النظام ومجلس الأمن بالي وكل هذا، أول من أعلنه قبل الروس هم الجنوب أفريقيون. الجنوب أفريقيا كانت واضحة بأن النظام هذا أدى إلى الكوارث، وأن مجلس الأمن أدى إلى المزيد من الكوارث،
إلى ازدواجية المعايير وإلى إلى إلى آخره. فكان أكبر انتقاد من نوعه في تاريخ المعاصر لعمل مجلس الأمن والأمم المتحدة ونظام ما بعد 1945 بعد الحرب الكونية الثانية في جنوب أفريقيا. وهذا الذي يعتبر نظاما بالا فهو يطلب نظاما جديدا. وأمام كل هذا لا بد من تقرير المصير المعتمد أيضا على كل ما يجري الآن، جمهوريات مثلا في دونباس إلى آخره، يعني أن الدول في النظام القادم سيكون مثل الكومونات، ليس هناك خرائط كولونيالية بقدر ما هي خرائط إثنية قومية. هذا المحتمل وبشكل كبير جدا، رغم أن جوار القوى الكبرى لن يكون فيها إلا ما نراه الآن من روسيا تجاه شعوب مضطرة أن تكون تحت القيادة الروسية ولو بالنار كما نراها الآن في أوكرانيا. يعني أن المناطق المتاخمة ما بين القوتين تجد أنها تدفع ثمنا كبيرا وواضحا ولا إنسانيا. هذا هو الأمر الذي يمكن اليوم الحسم في القول أن هناك اعتبارات رئيسة باتجاه جعل هذا النظام بال وأدى إلى كوارث بلغتي رمفوزة. إذن هذه نقطة أساسية على العموم بالنسبة لجنوب أفريقيا. سنجد أيضا البرازيل التي ترى أنها ليست فقط محايدة وأن النظام الحالي لا يعطيها الحق، لأن عندما ننظر إلى كل هؤلاء الذين لم يعودوا محايدين ويطالبون بنظام جديد، الهند، جنوب أفريقيا، البرازيل والمكسيك أيضا، كل هؤلاء يطمحون بشكل مباشر إلى نظام جديد. ولما؟ لأن التمثيل لم يكن في مجلس الأمن، لم يعد هناك إصلاح ممكن للأمم المتحدة وأيضا لهياكلها. كل هذا يعني أن هناك من يحرس المعبد القديم والنظام القديم وأساسه بريطانيا كما قال لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، وعندنا من يريد أن يتقدم من أجل قيادة العالم الجديد ضمن عالم متعدد الأقطاب. والوصول إلى نفس هذا الأمر وبقمة بين أمريكا وروسيا وهذه القوى وصناعة نظام جديد، هذا المطلوب الآن. اليوم هناك الناتو بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، لن تستطيع فرنسا أن تمثل نفسها من خارج الناتو. وأيضا بالنسبة لبريطانيا وغيرها، الكل سيعتمد على التمثيل الواحد وليس على التمثيل الثلاثي للغرب. سنرى الولايات المتحدة الأمريكية، سنرى الصين، سنرى روسيا، سنرى الهند، سنرى جنوب أفريقيا باسم أفريقيا، وسنجد البرازيل باسم أمريكا والقارة. إذن نتحدث اليوم عن هذه القوى الخمس الآن المحتمل أن تكون هي قائدة العالم في ما ستحافظ كل من الصين على الحياد في الجانبين. في حال الإبقاء على النظام القديم فلديها الحق الفيتو، وأيضا في النظام الجديد لأنها هي القوة الاقتصادية الأولى التي لا يريد اليوم الأمريكي أن ينغمس في أي حرب كي لا تضطرب مرة أخرى المعادلة ويصبح الصيني حسما القوة الأولى. أما أهم إشارة، أخطر إشارة بالنسبة للذي يقع الآن، الصين من جهتها تعلن التأهب النووي إلى جانب روسيا، والهند تعلن التأهب النووي، ورسميا عبر وول ستريت جورنال نجد التأهب النووي الصيني معلنا من الطرف الأمريكي، يعني من أمريكا، ليس من مصدر صيني إنما من مصدر أمريكي. هذا المقصود منه تماما أننا أمام خارطة جديدة
غير قابلة للذوبان مرة أخرى أو إعادة تمثيل أمريكا لهذا العالم. هذا كله أصبح من الماضي، ومن المؤكد أن المزيد من الشرخ في العلاقة الروسية الأمريكية يعني مباشرة المزيد من قيادة روسيا للعالم الآخر. لذلك فبالنسبة لهذه القوى فروسيا اليوم شلت كل المنظمات الدولية، هي الآن خارج مجلس حقوق الإنسان، هي الآن من دون دور في مجلس الأمن إلى آخره. معنى ذلك أن النظام أو ميكانيزمات النظام القديم لا تشتغل، وهذا أهم تطور استثنائي تراجع من خلاله بوتين جزئيا كخطوة إلى الوراء في هذه الأيام قبل أن يباشر وبحد النيران الخارطة، خارطة حدوده التي سيرسمها بالقوة وتحت الغطاء النووي. وهذا الذي حسمه أيضا الهنود قبلهم في كشمير، وحسمت أيضا الصين مثل هذا الوضع في أكثر من مجال. بقيت تايوان ولكن لحيادها لا تريد في هذه اللحظة أن تسقط تايوان، لأنها ستسقط في النظام الجديد أو ستسلم كهدية انتصارا للنظام القديم. وإن كان الجديد فهذا شيء مفروغ منه، ستكون تايوان جزءا من الصين. إذن إما أن تعطى هدية من النظام القديم، وإما أن تكون جزءا من النظام الجديد، الصين ضمن النظام الجديد. فالكل سيذهب بطريقة بسيطة أن تايوان ستصبح صينية بحكم انضاج الثمرة وسقوطها، وسقوطها في فم الصيني. إذن التنين لن يحارب، ولكن بمجرد أن يكون ويستطيع الحسم في اتجاه نظام ما في الوقت المناسب، سيكون الجانب الذكي هو أن تسلم تايوان للصين أيا كان، لا في الوقوف إلى جانب الحياد، ولا أيضا في التعاون غير المباشر والمؤكد ما بين الصين وما بين روسيا في هذه المرحلة. إذا النظام الجديد في نظر بوتين أصبح اليوم مولودا جديدا مؤكدا، وأن العلاقة الروسية الأمريكية غير قابلة للإصلاح. إذن فالأمر حاليا لن تعود معه روسيا إلى متطلبات النظام الأمريكي القديم، النظام الأنجلو أمريكي إن صح التعبير بعد اتهامات لوكاشينكو. وهذا هو الواضح، أن هناك اعتبار آخر، نقلة أخرى إلى النظام الجديد. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.